اسمي نزار شاهين، أريدكم أن تأتوا معي لرحلة مدهشة، رحلة نور ورجاء ومحبة واشتياق للحق والجمال والصلاح، رحلة علاقات، ألغاز وأسرار. أريدكم أن تأتوا معي وتجلسوا وتستمتعوا أثناء السفر، وأعدكم بشيء عند نهاية جولتنا، أنكم ستعرفون الحق وأن الحق يمكنه أن يحرركم. لذا تعالوا معي. تجعل أوريا في الخطوط الأمامية، كتب الملك داود هذا المزمور الرائع، مزمور 53. قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا رجاسة، ليس من يعمل صلاحا. الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. كلهم قد ارتدوا معا، فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ألم يعلم فاعلو الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والله لم يدعو؟ هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف، لأن الله قد بدد عظام محاصريك. أخزيتهم لأن الله قد رفضهم. ليت من صهيون خلاص إسرائيل، عند رد الله سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل. وحد داود إسرائيل وأصبح قويا يخشاه كل أعدائه، لأن الله كان معه. وحكم داود إسرائيل كلها من مدينة القلعة الجبارة القدس. إنه الملك يعيد تبويض العهد إلى القدس. شابة، اليوم اذهبي وأدي طقوس الخصوبة. ما أشتهى أوريا يهودي الآن، وقد قتل بموجب عقيدتنا، وإننا لا نعبد آلهة أخرى. إنه محارب حسي وسيظل حسي دائما. وأنت، أنت عزيزتي، ستلدين لابني وريد. أبهج اللحظات. كان يوما مجيدا، وزعت فيه أقراص الحلوى والزبيب والتمر،
والمحرقات للرب ما زالت متقدة. ما كان أجل ملك بني يعقوب اليوم وهو يستعرض نفسه أمام عذار بني يعقوب كما يستعرض أحد السفهاء نفسه دون حياء. أنا واثقة أنهن استمتعن بعرضك المبهرج الحقير. إنما احتفلت في حضرة الرب الذي اختارني حاكما على شعبه، أمامه رقصت. وإن كان هذا حقيرا فإني لا أتصغر في عينيك، لأن عبادتي للرب ستبدأ. أنت أحمق ميكال، كان يجب أن تكوني هناك على رأس النساء اللواتي استقبلننا ونحن ندخل المدينة. أنا ابنة الملك شاول ولن أنحني لمقبول. غريب أنا مع بني يعقوب يقدرنني أكثر مما تقدرني زوجتي. يقدرنك كما يقدرن مقبول البلد. كنت أحبك أكثر من الأخريات، لكن دخلت دودة قادحة قلبك وأكلت كل الحب. أغربي عن وجهي، انصرفي. تعال اشرب معي. لا لا اريد ان اشرب يا ملك. سابني بيتا للرب الهنا، بيت لا مثيل له بالعالم كما تحدثنا عنه. ها هو، ساصحبك في جولة. ساجمع ورق المواد من اقصى اركان المعمورة. هذا أكثر حتى مما كنت أتصور. أليس بديعا؟ هنا المذبح لتقديمات محرقة، وهنا الهيكل، وبالداخل سيكون قدس الأقداس حيث سيستقر تابوت عادنا إلى الأبد، وسيختلط البخور بتسبيح وصلوات كهنتنا. لقد عيت إلى الصنع بالعمل، أريد أن أبني هذا من كل قلبي. هذا ما جئت أكلمك عنه. جيد، تفضل اجلس من فضلك. لقد أوحى إلي الرب، عندما ترقد مع آبائك فإنني أنا الرب سأقيم مملكة ابنك وأثبته، وهو سيبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت عرش مملكته إلى الأبد. أنا الرب أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، ويكون بيتك ومملكتك وعرشك ثابتا مدى الدهر. أعظمك أيها السيد الرب، لأنه ليس لك نظير، وليس هناك إله غيرك، لأنك ثبتت لنفسك شعب بني يعقوب ليكون لك شعبا خاصا إلى الأبد. بطش داود بالفلسطينيين، وبطش بالمؤابيين والعمونيين والعمليق، وحارب غيرهم الملك داود فأخضعه، وخصص للرب كل الذهب والفضة والنحاس الذي حصل عليه من أعدائه. سيدي، يؤافي يريد مقابلتك. أدخله. حاضر سيدي.
يواف أقول أقوياء. سيدي تفضل اجلس. ما الخبر؟ وقد تكون أخبار سارة أيضا لو كان أخي توفيل هنا. مستشاري لا حاجة إلى المشورة، أنت معي. أنت تتملقني. تفضل اشرب. لا أستطيع سيدي، نحن ذاهبون لحصار ربة عمون. سيدي أخي توفيل بالباب. أدخل. حاضر سيدي. أخي توفيل كنا نتحدث عنك لتونا. سيدي يؤاب، هل يمكن أن أساعد في شيء؟ نعم تستطيع، انصح الملك. ماذا يفعل الملوك في الربيع؟ إنه موسم خروج الملوك للحرب. تماما، إننا نحاصر بوابات ربة عمون. داود لم تفتك حملة أبدا. أعتقد أنه قد حان الأوان لتقود الرجال بدوني. أخي توفيل انصح الملك. أستطيع أن أنصح الملك بغير هذا الأسلوب. حسنا أنا سأنصح الملك، باركني. ذلك كل ما أحتاجه من حضورك لكي أسحق المدينة، وعندما تصلك تقارير انتصاراتنا ستجد نفسك طواقا للانضمام إلينا. إنه موسم خروج الملوك لشن حرب يا داود. وهو موسم الملوك لزراعة بذرتهم ورعاية حديقتهم. آه يا يؤاب أنت رجل فظ. أنا محارب. ماذا تتوقع إذن؟ أعطني بركتك وسأمضي. سنفتقدك، لكن أشك أن غيابك سيطول. يا سيد الرب بارك هذا المحارب الجبار وامنحه النصر. امضي بسلام وحارب، قد تكون على حق يا يواف. عمل عاجل. أنا قلق على الملك. وأنا كذلك، إذ أنه لم يعاشر زوجة ولا محظية منذ أسابيع. هو مريض؟ لا، أعتقد أنه قد مل فقط وتحول كل ما لمسه ذهبا، وهو يريد تحديات جديدة. أعلم، لقد تحدث عن الهيكل كل الوقت. كانت خيبة أمل عظيمة له، وقد يشعر بأن الله قد نأى بنفسه عنه. لا أدري. حسنا سأذهب، شجعه على الانضمام إلينا. أعتقد أن أصوات المعركة ستحرك دمه مرة أخرى. رافقتك السلامة. ورافقتك. إماشتا، هذا هو اليوم الرابع عشر على عدم طهارتي. يجب أن أذهب إلى حمام الطقس لتطهر. أمنع ذلك. أنت ترفضين بعناد الذهاب إلى الكاهن الحثي كما أمرك. باحترام، يجب أن أذهب وإلا نجست كل ما لمست. ابني ليس بالبيت، لا ضرورة بذلك. يجب أن أذهب. أيتها الساحرة العاقرة، امنحي ابني وريثا. من الواضح أن إلهك هو سبب كل هذا. إنها طقوس الاستحمام، أنا متأكدة من ذلك. لا أستطيع حتى أن أصلي ما لم أتطهر. أنا واثقة من أن إله بني يعقوب لا يشغل نفسه لا باستحمام المرأة ولا بصلواتها. هيا جهزي نفسك للكاهن الحبتي الآن.
علي الآن. سيدي، ألا تريد أن تتسرب بإحدى زوجاتك؟ محظية جديدة؟ كلهن اختسلن وهن جاهزات. هل سمعت شيئا من يواب؟ القتال شرس، ربة عمون ستكون خصما قويا. قد يتعين علي أن أذهب. لا، أريد أن أكون وحدي. أنا بخير، اتركني مع أفكاري. حاضر سيدي. العريشة على السطح؟ نعم، لكنها خربة. ستكون كافية. أحضري لي ماء المطر. أحضريه لي. أحضره إلى السطح؟ نعم، ولا تدعي أحدا يراك. حاضر سيد. سيدتي، خذي. شكرا، اتركيني الآن. ألا تريدين المساعدة؟ يجب أن أفعل هذا وحدي. أيها الخادم، حاضر سيدي. من الذي يسكن بجوارنا هناك؟ إنه بيت أوريا، خادمك المخلص. أوريا، أعرف ذلك. أريد أن أعرف من الذي يسكن بالدار. خادم وأمه وباتشيفا، ابنة إليام. إليام ابن أخي توفل. حقا؟ حفيدة أخي توفل؟ وهل هناك خدم؟ طبعا يا سيدي. فهمت. ماذا يمكنني أن أحضر لسيدي؟ نبيذ؟ فواكه؟ أريدك أن تحضرها لي. من هي يا سيد؟ تلك المرأة التي باتشيفا، أحضرها لي. حاضر سيدي، سأذهب حالا. لا تذهب وحدك، خذ ثلاثة خدم معك. انطلق.
ماذا أقول للسيدة؟ قل لها عند الملك خبر عاجل. عن زوجها؟ خبر عاجل. حاضر سيدي. الذي جاء برجال الملك بمثل هذه الساعة؟ طلب الملك حضور السيدة باتشيفا. ماذا؟ بمثل هذه الساعة؟ وما حاجته بها؟ خبر عاجل. ابني؟ هل ابني بخير؟ تكلم. لست أدري، هذا كل ما طلب مني أن أقول. انتظر هنا. ارتدي ملابسك، ملابس مناسبة، لأنك ستذهبين إلى القصر. من بالقصر يريدني بهذه الساعة المتأخرة؟ الملك. جدي، لقد استدعاني الملك. نعم عرفت يا ابنتي. لحظة، وهل تعلمين لماذا استدعاكي؟ كلا. يا طفلتي الحلوة البريئة، اسمعيني جيدا، احرصي. لا أفهم ما تقصد يا جدي. لا أعرف خواطره. هذه الليلة أعرف أنه قلق. يقول أن لديه خبرا عاجلا. افعلي ما أقوله لك. هيا بنا، علينا الذهاب. رقص داود أمام تابوت العهد بينما كان يشق طريقه عائدا إلى أورشليم. هذه لحظة مجيدة للشعب تعقبها كارثة. لقد انكسرت بوصلته المعنوية والأدبية. هل استنكرتم تصرف الملك مثلي؟ كيف كان شعوركم؟ أحزنتم لحاله وأشفقتم عليه؟ أم أدنتموه؟ أم أنكم حاولتم أن تتفهموا الحالة المروعة التي يواجهها الآن؟ في ذلك الوقت كانت أورشليم مدينة متماسكة معا، وبيوتها قريبة من بعضها البعض على سفح تل. هذه البيوت كانت على الغالب مبنية فوق بعضها البعض، لم يكن هناك أي نوع من الخصوصية من ناحية التدخل في أمور الناس الخصوصية والداخلية، وكل شخص كان يعرف شؤون الآخرين، وكان أكثر شخص يتدخل بأموره الداخلية هو الملك. تلك الليلة الهادئة تعالت الهتافات من الشرفات، وأسطح المنازل في تلك الساعات انبعثت الأنفاس مختلفة، والتقت الأنظار واختلطت الأصوات معا، ولم ينجو أحد من النظرات المستهجنة. ولكن السؤال هو، لماذا طلب الملك أن يرى باتشيفا تلك الليلة؟ سأزودكم ببعض التفاصيل الأخرى. لقد عرف داود أن باتشيفا كانت حفيدة مستشاره. البعض يعتقدون أن باتشيفا كانت على السطح عمدا وعن قصد تحاول أن تغوي الملك، والآخرون يعتقدون أنها كانت قد اغتصبت من الملك على رغم إرادتها. أما أنا فأعتقد أن القصة تزودنا بتأويل مختلف. برأيي أن باتشيفا وقعت في حب داود قبل أن يصبح ملكا. جدها أخي توفل عرف داود منذ الصغر، كان فتى صغيرا وقبل أن يتودد لها،
ربما التقت به عدة مرات عندما جاء إلى جدها للبحث في الأمور السياسية. إنه افتكر بها بصفتها بنتا صغيرة لا أكثر، ولكن عندما رآها على السطح تستحم بحسب الطقوس اليهودية للتطهير، كانت قد أصبحت امرأة ناضجة وجميلة، فما كان إلا أن يسأل من هي وعن هذا الجمال النادر الجذاب. أحضر باتشيفا إلى قصر الملك تلك الليلة. ما حدث بالضبط وكم من الوقت قضت عنده غير مذكور. فهذه المسألة مسألة حدس وتخمين، فإننا نفهم أنها بقيت مدة كافية للحمل فقد حبلت. هذا الحدث فاجعة للملك وفاجعة للشعب أيضا. ومن الناحية الأخرى هذه قصة مستهجنة، لأن ناثان النبي كان قد وعد داود أن ابنه سيبني الهيكل، والسؤال أي ابن؟ الابن الذي وعد به النبي يوناثان وهو ابن باتشيفا، إنه سليمان الحكيم، سليمان باني الهيكل، سليمان الملك الذي قد تنبئ عنه قبل ميلاده. لماذا لم تنتظر الرب يا داود فيعطيك سليمان من باتشيفا شرعيا، بدل من أن ينتظر داود الرب؟ فإنه تسرع وارتكب خطية الزنا وخلق مشكلة كبيرة له. ويلاه، علينا جميعا أن نترقب وننتظر الرب.